قالت القيادة الإقليمية لهيئة الطوارئ الأوكرانية إن حصيلة ضحايا حريق مبنى كلية الاقتصاد والحقوق في أوديسا ارتفعت إلى 12 شخصاً، وذلك بعد انتشال جثتين الليلة الماضية من بين الأنقاض، فيما لا يزال 9 أشخاص آخرين يتلقون العلاج في المستشفى. وكان حريق اندلع في أحد المباني التاريخية في أوديسا صباح 4 ديسمبر الجاري، حيث اشتعلت النيران في الطابق الثالث والتهمت ألسنة اللهب على وجه السرعة جميع أنحاء المبنى. تقوم الشرطة بالتحقيق في أسباب الحريق، حيث ترجح بيانات الشرطة الأولية إلى احتمال حدوث ماس كهربائي أو أن الحريق متعمد، حيث ألقت الشرطة القبض على 2 من المشتبه بهما.